يقولون من الطبيعي أن بين فترة وفترة تجينا نوبة حزن واكتئاب، غالبا ما تكون طبعا تجينا أسئلة كثير ونسأل أنفسنا ليش يجينا هذا الإحساس، وليش نفكر كثير ونجلس في كل مرة ندقق في كل صغيرة وكبيرة. طبعا من أمور حياتنا سواء المهنية أو حتى العاطفية أو حتى الشخصية. طبعا بعد التفكير والتدقيق الهم والحزن والاكتئاب ممكن أنه ياخذ حيز في حياتنا، وممكن أنه نتعثر فيه، ممكن أنه يأثر علينا كثير ويأثر على أهدافنا وطموحاتنا. راح نتكلم عن هذا الموضوع مع الاستشاري أو استشاري علم النفس والعيادي والعلاج النفسي الدكتور فلاح العنزي. حياك الله دكتور فلاح. تفضل دكتور فلاح، هلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا فيك. وعليكم السلام. نورت استديوهاتنا يا دكتور فلاح، هلا وسهلا بك. بداية نبارك لك بالعشر. الله يبارك لك دكتور فلاح، وشكرا على حضورك بالرغم من الظروف. سعيد بوجودي معكم. نورتنا، وهذه البرنامج اللطيف والاستديو اللطيف هذا. شكرا لك دكتور. طبعا يعني احنا عايشين في فترة يعني زي ما تقول حرجة نوعا ما عالميا، وما ننكر مهما كنا إيجابيين ما ننكر أن في بعض الناس مع التدقيق ومع يعني يدققون في حياتهم، يراجعون حساباتهم زي ما يسمونه جلد الذات، فيصيبهم بالحزن والاكتئاب. هل له يعني علاقة وثيقة هذه الأمور اللي أنا ذكرتها، الأشياء التصرفات التدقيق والتفكير علاقة بالحزن والاكتئاب؟ يعني إحنا الحزن شيء والاكتئاب شيء، بعدين إحنا نتكلم في هذا الموضوع، لكن هل له علاقة؟ فيه فرط التفكير أو الانشغال الواحد داخليا، نعم، يحدد نوعه بناء على موضوع التفكير أو الانشغال الزائد داخليا. يعني ممكن الواحد يكون جالس بشكل طبيعي لكن جوا يطبخ مثلا، نعم. اللي طبعا فيه مصطلحين مختلفين لهذا النوع من التفكير. إذا كان عن شيء في الماضي، يعني واحد يتكلم عن ليت اللي صار، ما صار لو إني سويت كذا، لو ما صار كذا، هذا نوع من التفكير أو يسمى اجترار أو رومينيشن، نعم. ويرتبط أكثر هذا بالاكتئاب أو الحزن لأنه شيء عن شيء ماضي. صحيح. النوع الثاني إذا كان يتعلق بشيء مستقبلي، مستقبل، يعني وش ممكن يصير لو صار كذا، وش أقدر أسوي. طبعا هذا النوع من التفكير الخاصية الرئيسية فيه أننا نترك اللحظة اللي حنا فيها، ما نعيشها، يعني الآن ما احنا في الموقف هذا. صح. يعني موجود الواحد جسدا ولكن يروح يأمل الماضي، وهذا يصير يسمى اجترار، أو للمستقبل وهذا يسمى ورينج أو تهمم. نفس النوعين ينطبق عليهما الوصف، هذا الواحد سلوكي، انه يطلع الواحد من الموقف اللي هو نسميه سلوكي دكتور، بس نبغى نعرف لا هي عمليه، هي عمليات ذهنيه. يعني الواحد كانه يحل مشكله ولكن للاسف انها مشكله في الماضي. نقدر نتحكم فيها؟ اوكي. اكيد طبعا، ولا يعني او يحل مشكله ولكن مش مواجهها الان، هي في المستقبل ما جت الى الان. ما جت، صح. لذلك النوعين هذولي إذا كان الأمر يتعلق بالماضي غالبا يكون يرتبط هذا بالحزن والاكتئاب والهوبلس اليأس. إذا كان يتعلق بشيء بكرة، بعد بكرة، الأسبوع الجاي، السنة الجاية، هذا يكون ورينج اللي هو تهمم، ويرتبط أكثر بالقلق، وخصوصا نوع من القلق اللي هو القلق المعمم. نعم. طيب هل الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة التدقيق أو التحليل نقدر نقول عليهم إنهم بيعانوا من مشكلة نفسية أو هو مرض نفسي، ولا هي وقت عابر، يعني هي لفترة زمنية محددة؟ سؤال ممتاز هذا. كثير نسأل، يعني إذا واحد يقرأ في كتب نفسية ثقافية يقول والله هذه ممكن تصير معي. صح. وكل الأشياء هذه إحنا كلنا ممكن نسرح نروح مثلا سنة من السنوات في عمرنا الماضي، صح. او نفكر بشيء مثلا نبغى نسويه بعد بكره، ولا اذا واحد عنده مناسبه يفكر فيها. كل العمليات النفسيه يعني توجد عند كل البشر. الاضطرابات النفسيه اللي نسمع فيها وتعدادها اساسا هي عمليات طبيعيه، ولكنها تزيد عن حدها الى درجه ايش؟ طبعا مساله نسبيه. في ثلاث محكات ان نعتبر المساله اضطراب.
أو إشكال يحتاج تدخل متخصص، يعني أخصائي نفسي أو طبيب نفسي. المحك الأول واضح ونعرفه كلنا، يعني اللي هي الفعالية في الحياة. يعني هل الواحد مثلا التفكير الزايد هذا أو التحليل أو التدقيق، هل أثر على قدرتي على القيام بحياتي من ناحية التفكير، من ناحية الانفعالات، من ناحية علاقاتي الاجتماعية، من ناحية العمل أو الدراسة؟ هذا محك واضح. نعم. هل أثر أو لا، وإلى أي درجة؟ نسبية طبعا. هذه المحك الثاني واللي طبعا كلنا نعيشه ونعرفه، اللي هو درجة الكرب اللي سببها هذا النوع من التفكير. هل هو يصل إلى درجة أنه فعلا مؤذية والشخص مو قادر يستمتع بحياته؟ المحك الثالث طبعا هذا شوية يتعلق بالثقافة، يعني هل السلوك اللي يقوم به الشخص، وفي الحالة في مثالنا هذا هي عملية ذهنية، هل هو شاذ في مجتمعه أو لا؟ المحكات الثلاث هذه طبقيها على القلق، طبقيها على الاكتئاب، طبقيها على أي نوع من الاضطرابات النفسية. ممكن تكون الاضطرابات النفسية أساسها عملية طبيعية. لو ما نقلق ممكن يعني تصير لنا مصائب، لو ما نحزن نكون خارجين عن الواقع. فالثلاث محكات هذه هي التي تحدد إذا كان الشخص يمر بأزمة تحتاج تدخل متخصص، أو أنها يعني شيء عابر في حياته. طيب يعني على طاري العابر، أنا راح أرجع صراحة السؤال الأول، لأن كثير يعني ناس متأزمة دكتور، التحليل أوفر ثينكينج التحليل. الوقت الحالي الآن اليوم إحنا نعيش في جلسة ولنا تقريبا 64 يوم أو 65 يوم تقريبا في البيوت، يعني 65 يوم كفيلة بما أن الشخص يا يتأقلم أو أنه يتأفف ويندب حظه ويكون زعلان ومكتئب. كثير ناس ومنهم ناس قريبين مني زعلانين، يعني رياضة سوينا، كتب قرينا، أفلام شفنا، عبادة وخلصنا، واجبات يعني عائلية واجتماعية سواء تليفون أو أيا كان سوينا، يعني وصلوا مرحلة أنه زعلان. طب أنتوا ليش زعلانين؟ إحنا نبغى منك الحل، إيش نسوي؟ كيف نطلع ننتشل أنفسنا قبل ما أحد يساعدنا، قبل ما نروح الطبيب؟ يعني الوارينج، التفكير، التهمم أو القلق يحدد نوع المشكلة اللي يعيشها الشخص. يعني في مثال القلق على الكورونا مثلا، لو واحد يصل إلى درجة يعني كبيرة من القلق من هالمرض هذا، يعني يصير عنده يسمى قلق صحي. لو كان موضوع التهمم أو القلق وش يقولون عني الناس، أو يصير قلق اجتماعي، وهكذا أنواع مختلفة. احنا طبعا طلعنا على الموضوع الرئيسي كورونا، طبعا يعني القلق سواء قلق اجتماعي أو قلق صحي فيه فنيات معينة ومعروفة جدا، يمكن من أهمها أو أكثرها نجاح للأشخاص العاديين بدون زيارة يعني مختص وكذا، المديتيشن، التأمل. طبعا تأمل منظم، ممكن تدريبات الاسترخاء، النشاط، ولو ان النشاط طبعا يعني محدود في الظروف هذه. قبل كم يوم يعني سوينا ندوه عن وش ممكن الناس يسوون في الاسره، يعني كيف ممكن يزيد تكون فرصه للاتصال الاعمق مع افراد الاسره. يعني الناس عمرهم ما صار لهم الفرصه هذه انهم يجلسون مع بعض، يعني اسره واحده. صح. خصوصا مع السوشيال ميديا، كل واحد يعني تقريبا لحياته والحياه سطحيه بشكل يعني. وكمان فرصه ان الواحد اللي يسمع نفسه اعاده اكتشاف ذاتي. بالضبط. صحيح. المديتيشن واحد منها. منها صحيح. الريلاكسيشن طبعا شيء مهم. الاسترخاء. في نقطه عامه اذا حبيت يعني سمحتوا لي، سواء في المشاكل هذه او غيرها، الملاحظه الذاتيه عامل يعني او خطوه اولى للتغلب على كافة المشاكل. يعني كيف ملاحظة ذاتية؟ أن الواحد يعني بدل ما يتجنب الخوف يقترب من مشاعره، يتمعن فيها. وش الأفكار اللي تصاحب المشاعر هذه؟ ويقدر يناقش الأفكار هذه بشكل عقلاني. في الحالات اللي فيها صعوبة يعيشها الشخص يستجيب تلقائيا لخوفه، يستجيب تلقائيا لأفكاره السلبية سواء كانت حزن أو خوف. التأمل الذاتي يعني مهارة
مفيدة للجميع حقيقة. مظبوط. ارتبطت بالميديتيشن والاسترخاء. بالفعل دكتور فرح، إن شاء الله هي أزمة وراح تعدي، وأهم شيء إننا ربنا خلقنا إنه إحنا قادرين إننا نتكيف على جميع الأوضاع وإن شاء الله يعني نعديها على خير. شكرا لك دكتور فرح، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم على الاستضافة. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل ومكملين السوالف.